عشت في الأوطان للعلا علوان، أحضروا بلجيكا وطلبوا إسبانيا واستنجدوا برونالدو. الأسود موجودة في المونديال لتبقى، وعرينها لم يستقبل إلا هدفا واحدا. زئير الأسود مستمر في كأس العالم، شاء من شاء وأبى من أبى. المغرب يفوز ويواصل كتابة التاريخ، أول فريق إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي كأس العالم ويسطر اسمه بين الأربعة الكبار. المغرب لعب بعشرة لاعبين بعد طرد الوليد شديرة قبل 5 دقائق من نهاية ضغط الأعصاب وحبس الأنفاس، سبيسيال دفاعي ثم انفراج مع صفيرة النهاية مع إنجاز الانتقال للمربع الذهبي. الكأس لم يعد حلما، 180 دقيقة تفصل المملكة المغربية والمنطقة عن المعجزة. 2.78 متر هو الارتفاع الذي ارتقى إليه يوسف نصيري قبل رأسيته المذهلة في الشوط الأول، والتي كانت كفيلة بالإطاحة بالبرتغال في آخر مشاركة لكريستيانو رونالدو في المونديال. وتحية الشعب المغربي.